أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج الشاهد على قناة عدن الفضائية. بداية في بداية هذه الحلقة دعوني أرحب بضيفي لهذه الحلقة العقيد هدار الشوحطي قائد الحزام الأمني محافظة لحج وقائد اللواء الرابع دعم وإسناد. أهلا وسهلا بك في هذه حياكم الله لياكم ولي الشرف أن أكون ضيفا على قناة عدن الفضائية، تلكم القناة المميزة وصاحبة الدور بارز في خدمة الوطن والمواطن، فحياكم الله وحيا. شكرا جزيلا لك. بداية عقيد هدار، أنتم كقائد الحزام الأمني محافظة لحج وكقائد اللواء الرابع دعم إسناد، أنتم كما تعلمون وتسمعون هناك انتصارات في العديد من الجبهات التي تخوضها المقاومة مع الجيش الوطني مدعومة بدول التحالف في العديد من الجبهات، انتصارات حققتها المقاومة والجيش في باب المندب والسيطرة على العديد من المواقع هناك، وأيضا في الساحل الغربي لمدينة تعز انتصارات في شبوة، انتصارات في الجوف، انتصارات في صعدة وكذلك في مأرب. ما هي انطباعاتكم ورأيكم حول تلك الانتصارات التي تحققها المقاومة والجيش الوطني؟ طبعا الانتصارات متتالية ومستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل توجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله، كون وجودها معنا في أرض الوطن ده حافز طبعا لكل المقاتلين في جميع الجبهات، وتوجيهاته الرشيدة وخبرته العسكرية جعلت من الحماس في جميع الجبهات منقطع النظير. وطبعا أنت تعرف أن المقاتلين عندما كان الرئيس خارج الوطن كنا نفتقر إلى الموجه، وكنا نفتقر إلى الموجه طبعا الشرعي، فوجود الأخ الرئيس ادى حماس لكل المقاتلين في جميع الجبهات سواء كان في باب المندب أو في شبوة أو في نهم. كما تسمعون الانتصارات هذه الأيام انتصارات مبشرة بالخير، فعلى سبيل المثال نحن نتواصل مع أخواننا المقاتلين قادة الجبهات في باب المندب، ويعني تحقق نصر عظيم، وشعورنا طبعا نحن كقيادة في جهات أخرى خارج هذه الجبهات فعلا نشعر بالفخر والاعتزاز لما يقدمه الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية في هذه الجبهات، وإن شاء الله سيتحقق في الأيام القادمة الأفضل والأفضل بإذن الله، لأن العدو على وشك الانهيار لظروف عديدة، يعني منها حماس المقاومة، الشيء الثاني الدعم اللامحدود التي تقدمه قوات التحالف العربي، وخاصة حقيقة الأمر نقول الحق الأخوة في الجانب الإماراتي هم اليوم معانا في باب المندب ومشرفين على تنفيذ المهمة الموكلة لهم، عمليات القتالية هناك. نعم، المهمة الموكلة لهم في هذا الجبهة، طبعا هي مهام قتالية في جميع الجبهات، ونشكر الأخوة في المملكة العربية السعودية وكل دول التحالف على الدعم الذي قدموه، الدعم اللوجستي وكذلك الدعم في الجانب الخبرة بالخبراء العسكريين والدعم المادي. عقيد هدار، أنتم ترون بأن وجود فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي وكذلك ربما أيضا وجود الحكومة بوزرائها في محافظة عدن، هذه المحافظة التي هي العاصمة لهذا الوطن الحبيب، أعطت دعما وحافزا قويا لدى المقاتلين في المقاومة والجيش الوطني لدحر ميليشيات الحوثي، تلك الميليشيات المتمردة التي بدأت الآن تتقهقر إلى آخر معاقلها. طبعا وجود الأخ الرئيس يحمل دلالات ومعاني كثيرة، رئيس الدولة موجود يعني تشعر بأنك يعني أمام مهمة وطنية رسمية، تشعر بأنك يعني تتلقى أوامر من جهة رسمية من ولي الأمر من رئيس جمهورية، فهذا يعني له يعني دوافعها المعنوية على المقاتلين. نعم، وجود الأخ الرئيس والحكومة في محافظة عدن العاصمة الاقتصادية والسياسية إن شاء الله، وأن أمنا كبير أن تصبح العاصمة التاريخية لليمن بإذن الله سعيد. فوجود الأخ الرئيس أداء حافز ليس بسبب وجوده فقط، لأنه شارك يعني وأشرف على التنسيق وعلى الترتيب وعلى التنفيذ وعلى التدريب لهذه المهمة، والآن أصبحت الآن المهام مهام منظمة ومرتبة من قبل فخامة الأخ الرئيس لعدة جوانب. الأخ الرئيس طبعا هو عسكري أتى إلى كرسي الرئاسة عن طريق المؤسسة العسكرية،
ولم يأتي بالصدفة، تنقل طبعا بالمناصب العسكرية من نائب رئيس الأركان العامة إلى وزير الدفاع إلى رئيس الجمهورية. لا نخفي ذلك الدافع، وإن شاء الله أننا بوجوده سنحقق الكثير، سواء محاربة أو مواجهة قوى الانقلاب أو تنظيم القاعدة وداعش على حد سواء، لأنهم وجهين لعملة واحدة. الانتصارات الآن والمعارك المحتدمة هي أكثر ضراوة في باب المندب والسيطرة على تلك المواقع العسكرية باتجاه الساحل الغربي والسيطرة على المخا ثم قطع طريق الإمدادات على الحوثيين. كم باعتقادكم ما هي المراحل التي ستمر فيها هذه العمليات حتى تحرير تعز، وبالتالي ربما خلال السابعة أشهر سقوط صنعاء؟ طبعا المنطقة هذه كما تعلمون هي منطقة هامة، من حيث يعني هي منطقة رابطة بين اليمن والقرن الأفريقي، والسيطرة عليها يعني أمر مهم ويحمل دلالات كثيرة. أولا أنتم تعرفوا أن هذا المنطقة أصبحت شبه مفتوحة لإدخال السلاح أو لتنقل حتى القيادات، يعني عندهم الأمل، وإن شاء الله السيطرة عليها بيكون قريب، وأعتقد أنه سيقطع الماء والهواء على الإنقلابيين والحوثيين من خلال السيطرة على باب المندم منطقة الذباب ثم العمري ثم المخا. إن شاء الله السيطرة على هذه المناطق يعتبر السيطرة على محافظة تعز، وأقدر أقول لك على كافة المناطق الأخرى، لأن السيطرة على هذه المناطق معناتها السيطرة على محافظة تعز، ثم إذا سيطر على محافظة تعز يعتبر العدو محاصر في صنعاء، لأن ما معه إلا خط الأمداد الذي إن شاء الله سيتم السيطرة عليه بإذن الله. بإذن الله تبارك وتعالى. العقيد هدار الشوحطي، بوصفكم قائدا للحزام الأمني في محافظة لحج، كيف تقيمون أداء الحزام الأمني في هذه المحافظة؟ الحمد لله على كل ما تحقق في هذه المحافظة التي كانت تحت سيطرة قوى الإرهاب المتمثل في القاعدة والدولة الإسلامية داعش. نحن تكلفنا بالمهمة من قبل قوات التحالف وبالتنسيق مع الأخ رئيس الجمهورية، وبدعم إلا محدود من قبل الأخوة في قوات التحالف العربية ممثلة بالقيادة الإماراتية، التي لم تبخل علينا في الدعم سواء المعنوي أو المادي أو حتى في دعم المعلومات والاستطلاع. في شهر 3 من العام 2016 تكلفنا في المهمة في محاربة تنظيم القاعدة وداعش في محافظة لحج. طبعا هذا تم بعد السيطرة الكاملة على هذا التنظيم في محافظة عدن، حيث كانوا يشكلوا خطر كبير على أمن واستقرار المحافظة. التطهير المحافظة من هذه الفصائل، الحمد لله أصبحت ولو أن باقي عناصر لا تشكل أي خطر، وهذه العناصر أصبحت حركتها مشلولة سواء في عدن أو في لحج أو في إبين، حتى ولو أن لها نشاط الآن في إبين، ولكن إن شاء الله المرحلة القادمة سوف تكون شاملة وكاملة على هذه العناصر في محافظة إبين. أنا أجاوبك على سؤالك الخاص في محافظة لحج. نعم طبعا الحمد لله في محافظة لحج الآن السيطرة 100%، ولا يبقى أي خطر لهذا التنظيم، وتحت السيطرة ووحدات الحزام الأمني منتشرة من نقطة الرباط إلى معسكر العر في يافع. سيطرة الحزام الأمني سيطرة كاملة، وبعد طبعا تحققت هذه السيطرة بعد العمل الدؤوب من قبل قوات الحزام الأمني والمنظم، حيث بدأنا بالتدريج منطقة منطقة، هذا أدى إلى مساعدتنا، لن نتهور ولن نتقفز من منطقة إلى أخرى إلا بعد ما نصفي المنطقة الأولى. تم القبض على عدد كبير من هذه العناصر، وتم العثور على أسلحة مدمرة منها عبوات ناشفة وألغام وأحزمة وسيارات مفخخة. كل هذه الأشياء موجودة في سكناتها في سكنات، نعم، وحتى أن في بعض السكنات، لأن سمعنا عدة انتقادات، طبعا هذه الانتقادات نحن نعلم إنها من عناصر التنظيم المتلونة، عندما سمعوا أن الحزام الأمني قد ضربهم في مضاجعهم فكوا دعايات على أساس أن الحزام الأمني يداهم البيوت. لا، نعم، في إننا لن نداهم أي بيت لا يوجد فيه عناصر إرهابية أو لا يوجد فيه
من أسلحتهم، وكل البيوت التي داهمناها عندنا الأدلة وعندنا الوثائق. إيش وجدنا فيها؟ وجدنا فيها أخطر العناصر، قبضنا عليهم والآن هم موجودين تحت قبضتنا. وجدنا في هذه البيوت عبوة ناسفة وألغام بأعداد كبيرة، حتى أن في يوم من الأيام وجدنا في بيت واحد 350 لغم في بيت واحد. في بيت واحد طبعا في أمر أخطر من ذلك، في بيوت داهمناها وجدناها مدرسة. هل تعلم هذا العمل الخبيث؟ مدرسة لتعليم هذا التنظيم، التعليم على السلاح وعلى الانتحار وعلى لبس الحزام، وتلقيهم دروس، حتى تلقيهم دروس كيف يلاقوا الشهادة. سبحان الله العظيم، يعني كيف أقدروا أن يضللوا عدد كبير من الشباب؟ كيف يا أخي حاضرك ويقول لك أنت ستلقى الشهادة، ووجدنا عندهم حتى صكوك، يقطعوا صكوك لهم إلى الجنة، وتعليقات كيف يعني يعمل، كيف يتقدم نحو الهدف اللي ينفجر به، وما هو الهدف اللي كانوا يدرسه؟ أكثر تجمع للبشرية، لا يهمهم يعني هل يكون عسكري، هل يكون مدني، هل يكون إنساني. حتى إنهم يعني في دروسهم التي وجدناها وفي تحريضاتهم أنها كلما أنفجرت بين عدد كبير من البشر كلما زاد الأجر. هذه أمور أعتقد طيب أن لكم دور أنتم في العقيد. العقيد هدار الشوحطي قائد الحزام الأمني محافظة لحج، يعني من خلال هذا الموضوع الذي تطرقتم إليه وقيامكم بهذا الدور العظيم والمشرف لكل أبناء اليمن، ما هي الرسالة التي توجهونها إلى الشباب الذين يغرر بهم للانضمام إلى تلك العناصر التخريبية، العناصر الإرهابية، العناصر التي تجسد الدمار والهلاك والدماء لضحايا يوقعون لهم بسبب مثل ما قلت يعني وهم بالشهادة، وهم بالحصول على الجنة والصكوك التي يوزعونها؟ نعم، نصيحتي أو رسالتي إلى كل الشباب الذين غرر بهم والتحقوا في هذا التنظيم أولاً، وقبل كل شيء أن يحافظوا على أنفسهم، لأنهم سيكونوا وقود النار سواء في الدنيا أو في الآخرة. فنصيحتي لهم أنهم يعودوا إلى رشدهم. الآن أبواب الدولة مفتوحة ومؤسسات الدولة مفتوحة سواء العسكرية والمدنية لهذا الشباب، نحن مستعدين نستقطبهم، لأنهم الآن عايشين في حياة ضنكة حقيقة الأمر، وهم يعلموا ذلك. كل من انضم من الشباب إلى هذا التنظيم عندما بنمسكه بيكفر لهذا التنظيم ولا هذا التوجه. فنصيحتي ورسالتي لكل الشباب الذين لم يلتحقوا، وحتى الذين التحقوا في هذا التنظيم، نحن قلوبنا ومعسكراتنا مفتوح لهم، نحن نستقطب. نتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى جميع الشباب الذين يشاهدون هذا البرنامج. العقيد هدار الشوحطي، لحق تعرضت للدمار الشامل في بعض مؤسساتها، لكنها اليوم والحمد لله تلحظ تحسنا كبيرا، ما هو الجديد في هذه المحافظة؟ طبعا تعرضت المحافظة لتدمير كامل للبنية التحتية سواء المنشآت الحكومية العسكرية والمدنية. طبعا تدمير ممنهج، يعني تعرف إيش معنى ممنهج؟ إنه عندما بدأت الحرب تم التمركز وحشد القوات إلى داخل معسكرات الأمن المركزي والأمن العام وأمن الدولة، وكذلك معسكرات الأمن العام. هذا مما يعني يعرف الإنسان أن هذا الأمر ممنهج لكي تدمر هذه. وبعد سقوط عناصر الانقلاب المتمثلة في قوات المخلوع والحوثي كمل الباقي هو الإرهاب، حتى أن في بعض المباني تم تدميرها وتفجيرها من قبل داعش والقاعدة. لكن الحمد لله الآن وبعد استتباب الأمن في محافظة لحج، الآن أصبحت دوائر الدولة تشتغل بشكل طبيعي وبشكل نشاط. المحافظة حفظها الله هذه الأيام متواصل عمله، وكل الدوائر الأخرى محافظة نعم الدكتور ناصر الخبجي متواصل في مقر عمله في المحافظة، وكذلك الدوائر الأخرى إدارة المرور وإدارة الأمن. هذه الأيام تشهد المحافظة نشاط أمني مكثف بقيادة الأخ العقيد صالح السيد. إذن يوجد زخم كبير في لحق الآن، الأمور طبيعية، والعمل المدني والحكومي مستمر في المستشفيات في كل مرافق الدولة.
الحياة منتعشة في محافظة الحج. ما هي العلاقة التي تربطكم بالتحالف، وكذلك الإمكانية أو ما هي الإمكانية للاستفادة من هذا الدعم الذي يقدمه التحالف؟ طبعا العلاقة التي تربطنا بالأخوة في قوات التحالف علاقة قضية دين ووطن قوية جدا، علاقتنا من خلال التواصل فيما بيننا وبين قوات التحالف، والدعم إلا محدود حقيقة الأمر. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلهم الشكر على كل ما يقوموا به وما يبذلوه، حتى أنهم في بعض الأوقات يضطروا للنزول معنا إلى الجبهات بأنفسهم، والدعم يعني دعم يشكروا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم بفضل الدعم الذي قدم من قبل الأخوة الإماراتيين على وجه الخصوص تحققت هذه الانتصارات، ولا زال تواصلنا معهم إن شاء الله، وسيستمر بإذن الله حتى تخلص من هذه الآفة بإذن الله سبحانه وتعالى. العقد هدار الشحطي، هناك مجاميع سلمت أنفسها إليكم، كيف تعاملتم معها؟ طبعا في مجاميع سلمت أنفسها طوعيا، ونحن في صدد في هذا الصدد نتعامل معهم بكل شفافية وبكل رفق، وهذا يعني موجود، والدليل موجود أن حتى بعض العناصر التي تم التحقيق معها تم الإفراج عنها بالكامل، وفي عناصر تلوثت في سفك الدم ولها مشاكل، يعني هو حفاظا منا على سلامتهم، لأنهم سيتعرضون للخطر إذا فكنا لهم. موجودين عندنا متحفظين بهم، ولكن بأماكن طيبة وبمعاملة حسنة، وهذه صفات وسمات رجال الأمن في الحزام الأمني وفي قوات الأمن سواء في عدن ولحج، أنه نحن نرد الجميل بالجميل. طبعا العناصر التي سلمت أنفسها طوعيا لهم معاملة خاصة حقيقة الأمر، مش علشان أننا نشجع البقية يأتوا، ولكن هذا إثبات منا لحسن النية بتثبيت أمن واستقرار والتعايش. لحج هي مدينة الخضرة والجمال، كيف تمكنتم من إعادة الوجه الجميل لهذه المحافظة؟ زي ما قلت لك، يعني بعد ما استتب الأمن في هذه المحافظة المسالمة وهذه المحافظة المحافظة لها يعني طبعا دورها في الإنتاج، وهذه المحافظة تستحق منا الثناء طبعا من خلال استتباب الأمن. الآن الحياة الطبيعية وعودة المزارعين إلى مزارعهم وعودة المستهلكين سواء الموردين أو المستوردين، الحياة الطبيعية سواء في الجانب الزراعي أو في الجانب التجاري في محافظة لحج يشهد هذه الأيام نشاط كبير، وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل، وممكن تنزلون تو وعليكم دور كبير أنتم في الإعلام، وخاصة في قناة عدن الرسمية لأنها قناة كل اليمنيين، عليكم أن تنزلوا بمعيتنا، سننزل معكم، ستشوفوا هذا على وجه على الحقيقة، يعني تشوفوا كيف تغيرت الأمور وكيف النشاط في محافظة لحج في من جميع الجوانب، يعني حتى في مجال الفن وفي مجال المسرح في مجال التجارة الأمور طيبة في محافظة لحج، وأعتقد أنها الآن تعتبر أفضل محافظة على مستوى المناطق المحررة. جميل جدا. العقيد هدر الشوحطي، هل من كلمة تودون قولها للسلطة المحلية في محافظة لحج؟ لا يوجد أي كلمة أقول لها، إنما أقول لهم يستمروا على النشاط اللي هم فيه، لأن السلطة المحلية الآن في محافظة لحج تشتغل بنشاط دؤوب، ونشكرهم على ما يقوموا به، وكلمتي لهم أن يستمروا ونحن معهم، وإذا عندهم أي توجيهات أو تعديلات أو مقترحات يوجهها لنا أو يشوفوا أن في خلال في أي حاجة نحن تحت خدمتهم، وكلمتي لهم ونصيحتي لهم بأن يستمروا في هذا النشاط، وأن يفعلوا إدارة الدولة، وإن شاء الله تقتدي بهم المحافظات أو المدن الأخرى. ما هي الخطوات الجديدة التي تقومون بها من أجل الاستفادة من أولئك الذين عادوا إليكم؟ طبعا أنا زي ما قلت لك قلوبنا ومعسكراتنا مفتوحة لهم، والاستفادة منهم ممكن أن نقبلهم أن ينخرطوا في صفوف القوات الحكومية الأمن والجيش، وطبعا يعني هم أبناءنا
وفلذات أكبادنا، وسنستفيد منهم في مجالات عديدة. من ضمن الفوائد منهم أنهم يعني طبعا يفيدون في نصحنا منين يأتي هذا الدعم لهذه الجماعات في هذا المجال، طبعا نستفيد منهم فيه، منين أو أين المناطق التي مثلا تمونهم أو يتعسكروا فيها، واستفادتنا منهم القصوى أنهم يلتحقون في صفوف الجيش والأمن. جميل جدا. هناك نقطة أود أن أسألك في ختام هذا اللقاء، تتعلق بما أنه الدولة الآن بدأت في إعادة تجنيد أبناء المقاومة وكذلك من الشهداء والجرحى، أخذ أبناء المقاومة أيضا رواتبهم الذين دمجوا في الجيش، ألا تشكل برأيك العقيدة هدار الشوحطي أنها جزء من تقديم ما يسمى عرفان بالجميل لما قدموه من تضحيات ودماء كتبت المجد والعظمة لهذا الوطن؟ طبعا هذا أمر مهم حفظك الله، استقطاب رجال المقاومة الجنوبية وكل المقاومة واعتماد شهدائهم اعتماد رسمي في مرتبات ومكافآت، وكذلك الاهتمام في الجرحى. طبعا نحن في الحزام الأمني وطبعا بمساعدة الأخ ناصر الشوحطي وكثير من الأخوان القياديين نتابع هذا الأمر، نتابع هذا الأمر مع الجهات الرسمية سواء مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية. و طبعا سبق وصدر قرار جمهوري من الأخ رئيس الجمهورية بضم المقاومة الجنوبية ضمن قوات الجيش والأمن، هذا تأخر الأمر، ونحن لازلنا متعشمين خير من الأخ رئيس الجمهورية بأن يولي هذا الجانب اهتمامه، لأن هذا أقل ما نقدمه لأولئك الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل تحقيق النصر ضد هذه العناصر الانقلابية. وإن شاء الله بإذن الله أن في تجاوب، للآن أقدر أقول لك أنه للآن ما فيش بالنسبة لانضمام المقاومة، لا ما فيش للآن، ما 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 حصل إن قد ضمت، ولكن في وعود ونحن متابعين لها إن شاء الله، وفي أمل إن شاء الله أن يضم هذا الشريحة المهمة من المجتمع اليمني. بختام هذا اللقاء، العقيد هدار الشوحطي قائد الحزام الأمني محافظة لحج وقائد اللواء الرابع دعم وإسناد، لا يسعني إلا أن أقول لك شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وكان لي شرف كبير أن أكون ضيفا عليكم، وأتمنى أن تواصلوا نزولكم وأن تنقلوا الحقيقة، لكم الشكر الجزيل. شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، الشكر أيضا موصول لكم على حسن متابعتكم لهذا البرنامج، دمتم بألف خير.